بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. إخواني الأعزاء، أنا اسمي حسام الحوراني. حبيت أني أحضر هاي البرزنتيشن عن المشين ليرنينج أو تعلم الآلة باللغة العربية، ليستطيع يعني إخوان العرب أن يستفيدوا منها. وسأقوم إن شاء الله بعمل أنذر برزنتيشن نفسها باللغة الإنجليزية كاملة، راجيا من الله عز وجل انها تنول اعجابكم، وانها تضيف ولو شيء قليل على معلوماتكم فيما يخص المشين ليرنينج وتعلم الاله، لانه هذا الموضوع حقيقه موضوع مهم جدا. العلماء الان والشركات الكبرى والمعامل في الجامعات الكبرى مركزه على هذا الموضوع، لما له اهميه في تطور الانسان فيما يخص الاله او الروبوتس او حل مشاكل مستعصيه تواجه الإنسان بشكل يومي. وإن شاء الله نبدأ بالأجندة. بالبرزنتيشن سنقوم بتعريف موضوع المشين ليرنينج، ما هو تعلم الآلة، راح نعطي أمثلة عليها، وراح نوضح إيش الخوارزميات المتعلقة بتعلم الآلة وأنواع تعلم الآلة. بعدين راح نتطرق بشكل تفصيلي إلى هذه الأنواع مع إعطاء مثال لكل نوع من تعلم الآلة. راجين إن شاء الله أنها تكون البرزنتيشن تو ذا بوينت، بدون يعني ما كثير اللف والدور، تكون تو ذا بوينت، نوضح فيها المفاهيم الأساسية، نطلع من البرزنتيشن وعندنا معلومات بالضبط ما هو تعلم الآلة وأنواعها وتطبيقاتها، بحيث ممكن نبني عليها بالمستقبل، وممكن إن شاء الله لاحقا نسوي برزنتيشن تفصيلية في أهم الخوارزميات المتعلقة في المشين ليرنينج. الآن ما هو تعلم الآلة؟ بكل بساطة وبكل يسر، تعلم الآلة هو أحد أفرع الذكاء الاصطناعي ومن أهم أفرع الذكاء الاصطناعي، حيث يعني يقوم الشخص ببناء خوارزمية. هذه الخوارزمية تساعد الحاسوب على التعلم بدون برمجة القواعد بشكل اكسبليسيتلي. هذا المقصود في موضوع المشين ليرنينج. فأنا كيف أخلي الكمبيوتر يتعلم؟ يعني كمثال، وأنا أشبه الموضوع كله حقيقة بطفل، طفل لا يعلم شيء منذ الولادة حتى صباه، أبوه وأمه هم اللي بيعلموه، يقوموا بالإشراف على تعليمه، وكذلك هو يقوم بالتعلم نفسه من خلال التجربة بدون إشراف أبوه وأمه. فأبوه وأمه يستطيعوا أنهم يعلموا التكلم عن طريق يعني تكرار كلمات معينة، وهذا نسميه التدريب في المشين ليرنينج، أو أن يورجوا صورة معينة لحيوانات معينة ويحكوا له هذا اسم الحيوان كذا، ويعيد هذا الموضوع بشكل متكرر حتى الطفل يعني يعرف بالضبط الموضوع، أو الطفل نفسه عن طريق الخبرة والتجربة يستطيع أن يتعلم. وهذا هو المقصود في المشين ليرنينج أو تعلم الآلة. لأن هناك أمثلة كثيرة جدا على تعلم الآلة المشين ليرنينج. أهم مثال اللي فيه كثير تطبيقات اللي هو التمييز الأشياء، تمييز والتعرف على الأشياء زي الوجوه والأصوات والنصوص الموجودة في الصور بما يسمى الـ OCR الـ Optical Character Recognition، والكثير الكثير من الأشياء اللي ممكن تتعرف عليها. الشغل الثاني من أهم الأمثلة أنه يساعد ويساهم في إيجاد عقاقير طبية تساهم في الشفاء من أمراض مستعصية. زي ما بتعرفوا في قواعد بيانات هائلة جدا فيها معلومات عن الأدوية وكيف التفاعلات بتصير بالأدوية هاي، فممكن عن طريق المشين ليرنينج تعطي خوارزمية معينة بحيث أنه يستنبط العلاقات في هذه البيانات، وممكن أنه يعطيك تركيب الدواء معين تستطيع ممكن تجربها وتشوف انها ممكن تنجح على المرض، على مرض معين مستعصي او لا. محركات البحث طبعا والانترنت يعني في اشياء هائله جدا وتطبيقات رهيبه جدا في هذا الموضوع فيما يخص
يعني محركات البحث وأمن المعلومات والتسويق وإلى آخره. كذلك الإجابة على أسئلة من خلال بنك معلومات، وهذا مثال عليه زي الاي بي ام واتسون حاليا، هو أحسن مثال عليه، وهو يعني نظام كمبيوتر عنده كابابيلتيز هائلة جدا، عنده حفظ لمعلومات هائلة جدا، عنده ميموري كبيرة جدا، وعنده نمبر اوف بروسيسر كبيرة جدا، فيستطيع الاستنباط الإجابات من خلال هالمعلومات اللي عنده عن طريق المشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والنيورال نتوركس والديب ليرنينج والحكاية كله. كذلك اتخاذ قرارات وتوصيات من خلال محاكاة الشبكات العصبية في دماغ الإنسان، في موضوع اللي هو نيورال نتوركس، موضوع مهم جدا في ما يخص المشين ليرنينج والذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وهو موضوع حقيقة من الأهمية بمكان، لأنه الآن التوجه في موضوع الديب ليرنينج، التعلم العميق، واللي يستطيع من خلاله حل مشاكل مستعصية كبيرة، وهذا إن شاء الله نتطرق له بجوز في محاضرة قادمة. وكذلك يساهم المشين ليرنينج في تطوير إنسان الآلي قادر على التفاعل مع البيئة اللي حواليه بشكل أفضل وبشكل more effective و efficient، وهذا هو الأساس في صناعة الإنسان الآلي الحديثة، إنك كيف تخلي عنده برين قادر أو دماغ قادر على التفكير والتحليل واتخاذ القرار وإلى آخره. طبعا هذا الموضوع شوي معقد، وهناك يعني جامعات كبيرة جدا وشركات كبيرة جدا تساهم في إيجاد خوارزميات قادرة على حل هذه المشاكل. احنا ذكرنا كثير الخوارزميات، يعني الخوارزميات ما هي إلا برنامج مكتوب بلغة معينة يستطيع أخذ بيانات معينة والتعمق في تحليل هذه البيانات، وكل خوارزمية تؤدي إلى نتائج معينة زي ما راح نشوف يعني بعد قليل. والخوارزميات بشكل عام لها أصناف ولها مدخلات ولها مخرجات، وكل خوارزمية لها يعني تتميز عن الخوارزمية الأخرى بصفات معينة. خوارزميات تستطيع التنبؤ بقيم معينة، خوارزميات تستطيع أن تتنبأ بتصنيف معين أو مثلا بتجميع بيانات معينة، أو تستطيع أنها تشوف العلاقة في البيانات المدخلة بطريقة معينة وإخراج البيانات بشكل معين. هذه هي ما مقصود بالخوارزميات. فبشكل عام إذا عندي أنا مدخلات البيانات اللي هي لإدخال على الخوارزميات، فتقوم الخوارزميات بمعالجة البيانات، تدريب على البيانات، فحص النتائج، ومن ثم يمكن أنت predict the data اللي هو التنبؤ بنتائج هاي البيانات أو ببيانات جديدة بناء على استنتاج الأنماط والعلاقات على البيانات اللي أنت أدخلتها بناء على التدريب والفحص اللي صار. يقسم تعلم الآلة إلى ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول اللي هو supervised learning، التعلم بإشراف. النوع الثاني اللي هو unsupervised learning، التعلم بدون إشراف. والنوع الآخر والأخير اللي هو reinforcement learning، اللي هو تعزيز التعلم. في هذا اللسن بالذات راح نتكلم عن supervised learning، راح نتكلم عن unsupervised learning، وراح نشرح كل المواضيع المتعلقة بالأصناف أو subcategories لهاي الصنفين الموجودين عندي هون. أما reinforcement learning إن شاء الله بدح على درس آخر في المستقبل، لأن الموضوع هذا موضوع يعني ضخم جدا، يتعلق في الديب ليرنينج والالجوريثمز شوية مختلفة عن السوبرفايز والانسوبرفايز ليرنينج، فحببت إني أنا أخلي لدرس منفصل لي يعني التعمق شوي بالإنفورسمنت وإعطاء أمثلة عليه. لأن نبدأ بالسوبرفايز ليرنينج اللي هو التعلم بالإشراف بكل سهولة وبكل يسر. التعلم بالإشراف إنه أنا ببني ألجوريثم، هذا الألجوريثم بتخله بيانات وبتخله كمان مخرجات هاي البيانات بسموها الليبلز أو بسموها الفيتشرز أو بسموها الأوتبوت. فأنا عندي هون بيانات بدخلها، بالإضافة لكل بيانات عندي أنا البيانات في عندي أوتبوت إلها، وبخلي الكمبيوتر يعمل سوبرفايز ليرنينج ويتدرب عليها عشان يطلع لي أو تبريدكت نيو داتا.
ليش سميت بالإشراف أو تحت الإشراف؟ لأني أنا بشرف على البيانات وبعطيه إنبوت وبعطيه أوتبوت، بقول له إنه هاي الداتا الموجودة عندي وهي لكل داتا موجودة أوتبوت، فأنت يا خوارزمية شوفي المعلومات وشوفي الأوتبوت تبعتها وشوفي الليبلز تبعتها وابني العلاقات بالديتا بين الداتا نفسها وبين الداتا والأوتبوت أو الليبلز وشوف الأنماط، وبناء عليها أنا راح أعطيك لاحقا بيانات جديدة عشان أنت تبريدكت أو تتنبئي بالقيم هذه البيانات. حتى نسهل الأمور شوية نأخذ مثال على ديتا نستعملها في معظم الأمثلة. فالإنبوت ديتا تبعتي راح تكون 3 و2 و6 و6، 2 و6 بالعشرة و3، 7 و8 3 و5 و5، 6 و11. طبعا الأوتبوت لكل قيمة موجودة عندي هون، هاي الأوتبوت لها 0، هاي القيمة الأوتبوت لها 1، هاي الأوتبوت 0 1 0 1 وهكذا. وعشان نوضح الأمور رسمت لكم إياهم النقاط، أول نقطة اللي هي 3 و2، ثاني نقطة اللي هي طبعا اللي بال الاوتبوت تبعتهم 0 خليته اسود، واللي الاوتبوت تبعته 1 خليته اصفر. ف6 و6 هي 6 و6، 2 و6 بالعشرة و3 هي 2 و6 بالعشرة 3، 7 و8 هي 7 و8، 3 و5 3 ونص و5 هيها، اخر واحدة اللي هي 6 و11 هيها. فحتى نوضح الامور هاي النقاط اللي لونهم اسود اللي هو هاي وهاي وهاي اللي هم الكاتيجوري تبعتهم صفر او الاوتبوت تبعهم صفر، والنقاط الثانيه اللي هم الكاتيجوري تبعتهم واحد او الاوتبوت تبعهم واحد اللي هاي هم. وراح نتطرق بالامثله القادمه على نفس هذا المثال حتى نوضح المشين ليرنينج بديفرنت كاتيجوريز والالجوريثمز. طبعا التعلم الاشراف عندنا نوعين، في عندنا كلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف، وفي عندنا ريجريشن اللي هو التوقع. وكمثال بسيط جدا على الموضوع عشان افرق بين التصنيف وبين التوقع، خلينا ناخذ هذا المثال. افرضوا عندي هاي الداتا، هاي الداتا اللي هي الارقام 3 و2 6 و6 2 و6 بالعشرة و3 7 و8 3 و5 بالعشرة و5 و6 و11، هاي اللي هي بسميها انبوت داتا. الاوتبوت داتا اللي هي اللي هي تصنيف، فانا هاي القيمه اللي هي 3 و2 اعطيتها تصنيف رقم 0، و6 و6 اعطيتها تصنيف رقم 1، و2 و6 بالعشرة و3 اعطيتها القيمه رقم 0 او التصنيف رقم 0 وهكذا. يا ترى لو ارسم هاي البيانات على خط الاعداد شو بيطلع معي؟ لاحظوا انا عندي هنا عندي قيمه قيمتين 3 4 5 6 قيم، ثلاثه منهن 0 وثلاثه منهن 1. لو رسمتهن عشان كمان الونهن بطريقه معينه، هي اول ثلاث قيم او هي ثلاث قيم من البيانات هاي اللي هي 3 و2 و2 و6 و3 و3.5 و5 5، والكاتيجوري الثاني اللي هون اللي هي 6 و6 و7 و8 و6 و11، هيهن موجودين عندي باللون الاصفر. فمثلتهن، فانا اعطيت هون بالتصنيف للبيانات اللي باللون الاسود صنف 0 زي ما انتم شايفين هي 0، والبيانات اللي باللون الاصفر انا اعطيته عشان الكمبيوتر يتعلم رقم 1. الان يا ترى لما انا مثلت الارقام هاي وحطيت هنا اللي بالاسود وبالاصفر، يا ترى لو اعطيت هاي الالجوريثم او اعطيت هاي البيانات للالجوريثم اللي هو الكلاسيفيكيشن شو بده يطلع معي؟ الان انا اعطيته بيانات واعطيته انبوتس واعطيته اوتبوتس، فهو بيروح بيتدرب وبعد التدريب يبني نمط وعلاقه بين البيانات وبين المدخلات وبين المخرجات، وبناء عليه انا ممكن اتنبا بقيم جديده واشوف وخليه هو يتنبا لي بشو الصنف لقيم جديده. يعني لو اعطيته مثلا 5 ب 5 بالعشره و8 بالعشره، شو يا ترى ممكن يكون تصنيف هاي القيمه؟ لو اعطيه 8 و5 بالعشره و10، شو يا ترى ممكن يكون تصنيف هاي القيمه؟ فزي ما انتم ملاحظين هاي القيمه الاولانيه اللي هي باللون الاحمر قريبه جدا من هاي النهايه كبعد ومسافه، قريبه جدا من القيم اللي هو باللون الاسود اللي هو انا اعطيته التصنيف رقم 0. والنقطه الثانيه 8 ونص و10 اللي هي هيها،
هاي قريبة جدا من هاي التصنيف، فمن الطبيعي انه التصنيف هاي يكون صفر، اوكي، اللي هو من هي من رقم صفر، ومن الطبيعي جدا يكون التصنيف هاي اللي هي اقرب لهاي الكاتيجوري، لهاي الصنف، فلازم تكون واحد. فالكمبيوتر لما انا بعد ما ادخل له هاي البيانات اقول له يا كمبيوتر او يا خوارزميه تنبئي بهذه القيمه، فبعطيني رقم صفر. واذا بعطيه 8.5 بالعشره او 10 تنبئي ما هو صنف هاي القيمه، راح يعطيني واحد. فهذا هو اسمه كلاسيفيكيشن، اللي هو التصنيف. يا ترى لو نفس البيانات الممثله عندي هون طبقت عليها الريجريشن، شو بتعطيني النتيجه؟ الريجريشن بتوقع لك القيمه نفسها وليس الصنف. هو بشوف العلاقه بين القيم، وبناء على اذا نفس المثال من نقول له اتوقع شو راح يطلع معي بصفر و5 بالعشرة و8 بالعشرة، راح يعطيني ناقص 66% مثلا. واذا بقول له تنبأ لي بالثمانية ونص وعشرة شو راح تطلع القيمة، راح يعطيني هاي القيمة. وحقيقة هاي القيمة منطقية، لانه اذا بعطيك مثلا اثنين الثلاثة والاثنين اعطيتك صفر، اذا الثلاثة والاثنين اعطيتك صفر، والاثنين وستة وثلاثة اعطيتك كمان صفر، وهي القيمة اعطيتك صفر، والقيمة الاخرى اعطيتك واحد، فمن الطبيعي جدا يكون هاي القيمة اللي هي قريبة على هاي قريبة منها واقل شوية. فبما انه انا اعطيت كل القيم واحد واكثر، فبما أنا اعطيته اقل من واحد اعطاني هاي القيمة اللي هي اقل من الواحد، اللي هي طلعت ماينس 66% او 6 بالعشرة زي ما بدكم، او قربوها ل مثلا 67%. ومن الطبيعي جدا اذا بعطيه قيمة عالية اللي هي مثلا 8 و5 و10، هاي القيمة اللي هو هنا، من الطبيعي يعطيني قيمة اعلى من الواحد. فهذا الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن. الكلاسيفيكيشن بعطيك القيمة من ضمن هاي الكلاسز، لانه انا بقول له توقع لي كلاسيفيكيشن، توقع لي تصنيف للقيمه الجديده، ما بقول له توقع لي فاليو، هون بقول له توقع لي الريال فاليو للقيمه بناء على الريليشن شيب اللي انت عملتها والباترنز الانماط اللي انت بنيتها من هاي البيانات، فاعطاني هاي القيمه واعطاني هاي القيمه. فهذا هو الفرق بين كلاسيفيكيشن والريجريشن بسوبرفايزد ليرنينج. لو ناخذ كمان بشكل تفصيلي، لو اخذنا كلاسيفيكيشن عليها مثال بالبايثون، ليش اخترت البايثون؟ انا اخترت البايثون اول شيء لانها لغه حديثه جدا ولغه مهمه جدا بالساينس، لغه يعني اوبن سورس، يو كان داونلود فري اوف تشارج. اللغه هاي فيها كثير لايبرز، ومن ضمنها شيء اسمه ساي كي ليرن، ساينس كيت ليرن، وكثير فيها الجوريزمز خاصه بالماشين ليرنينج. فالمثال اللي قبل شوي اعطيناه هو نفسه، انا حطيته از از، هي المثال اللي هون حطيت له انبوت داتا وحطيت الاوتبوت داتا هنا، والاربعه او خمسه جمل اللي موجوده هون عباره عن امبورتنج لايبرز حتى انا تقول الفانكشنز اللي متعلقه في الماشين ليرنينج. فاول شيء انا عملت امبورتنج للنم باي، بعدين عملت النمباي، طبعا هاي للنمبرز، والماتل بلوت لايبرري عباره عن جرافس عملت لها امبورت، والاس كي ليرن عشان الاس في ام اللي هو سبورت فيكتور ماشين عشان تقول الماشين ليرنينج الجوريثم، والماتل بلوت لايبرري عشان اعمل ستايل بالطريقه هاي. وهي الاري انا بنيتها وهي الاوتبوت. فكيف انا بدي ابني ماشين ليرنينج؟ كيف خليه يتعلم؟ في جملتين بسيطه جدا. اول جمله اللي هي هيكون إشي اسمه CVC، فCVM.CVC اللي هي Support Vector Classification، هذا الألغوريثم الخاص بالكلاسيفيكيشن. وحتى أدرب الداتا هاي بعطيه بقول له fit هذا الموديل، fit my data my input data اللي هي عندي هون، لا ومع my output data. فلما أقول له fit هو بروح بيتدرب على البيانات اللي أعطيته إياهم، وبشوف الانماط وبشوف العلاقات بين الداتا بين الانبوتس والاوتبوتس، بناء عليه ممكن اعمل بريدكشن. هنا هنا قلت له اعمل بريدكت لهي القيمه واعمل بريدكت لهي القيمه، فاعطاني اياها زي ما انتم شايفينهم هون. اول قيمه اعطاني اياها صفر اللي هي ال 5 بالعشرة و 8 بالعشرة اللي هي اقرب لهذا التصنيف اللي هو زيرو، والقيمه الثانيه هي اقرب للتصنيف اللي هو انا اعطيته اياه واحد
بناء على الديتا اللي معطيتهم. طبعا كل ما اعطي ديتا اكثر كل ما كان الدقه اكثر والبرفورمانس افضل والاجابه ادق. بس هون احنا اعطيناها كسامبل بس مثال بسيط جدا، بس حقيقه لازم تعطوا انتم مثلا hundreds of or thousands of data من البيانات حتى يطلع البيانات بشكل دقيق وبشكل يعني مناسب. طبعا اخر هنا اربع اسطر لرسم هاي البيانات. عندي بلوت سكاتر، اول شيء رسمت الاري هاي الاولى، والثانيه والثالثه رسمت البريدكتد ايتمز اللي هم باللون الاحمر. فاول ايتم هون رسمت انا الديتا هاي والديتا هاي بحسب الالوان، وحطيت باي ديفولت الالوان اللي هم الاوتبوت كلاسيفيكيشن تبعتي، وباللون الاحمر ريد عملت انا النقطه هاي والنقطه هاي عن طريق هاي الديتا الموجوده عن طريق الاربع لاينز الموجودين بالبايثون كود هون. هذا سيمبلي البرنامج الموجود عندي هون وهي الاوتبوت. وانا استعملت البايثون اللي هو سبايدر، السبايدر اسمه الجرافيكال يوزر انترفيس تبع البايثون. في كثير يعني جرافيكال يوزر انترفيسز، من ضمنها انا مستعمل السبايدر. فهذا هو سوبرفايزد ليرنينج بالكلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف. طب يا ترى نشوف احنا الان ريجريشن التوقع شو اختلف عن الثاني؟ هو نفس الالجوريثم بالضبط ما عدا انا اي كولد هون سي الاس دي ار سبورت فيكتور ريجريشن. وزي ما انتم شايفين التوقع كان للنقطتين عباره عن قيم محدده وليس كلاسيفيكيشن. فهذا التوقع لقيمه محدده. فهذا هو الابلكيشن بكل سهوله وبكل بساطه اللي ممكن تسوي انت حتى تطلع قيمه تو بريدكت بناء على القيم الموجوده عندي هون. طيب الان حكينا على السوبرفايز ليرنينج وعرفنا شو انواعه والكلاسيفيكيشن والريجريشن. السوبرفايز ليرنينج اللي هو التعلم بدون اشراف. طيب شو الفرق بين التعلم باشراف عن التعلم بدون اشراف؟ التعلم احنا حكينا اللي باشراف واضح انه مدخل انبوتس داتا ومع اوتبوت، وبدون اشراف مندخل فقط انبوت داتا ما مندخل الاوتبوت، فنعطي بيانات عامه بدون اوتبوت، وهو بناء عليه بيستنبط الباترنز او الانماط والريليشن شيبس العلاقات بهاي الداتا وبيطلع لي الاوتبوت بناء على الالجوريثم اللي انا اخترته. فليش بلا اشراف؟ لانه ما بنعطيه الاوتبوت داتا، احنا ما نشرف عليه، بعطيه البيانات وبقول له انت يا الالجوريثم طلع لي الاوتبوت بناء على الالجوريثم اللي راح اختاره. التعلم الاشرافي عندي نوعين اساسيين اللي هم الكلاسترنج التجميع، عندي تخفيض الابعاد اللي هو دايمنشناليتي ريدكشن. واثنين حقيقه سهلات واضحات. كمثال على الموضوع هذا لو بدي اجيب نفس الانفورميشن اللي اعطيته بالمثال السابق، لاحظوا هون الانبوتس بس بدخل انبوتس ما في اوتبوت، دخلت فقط الانبوت. لو انا اعطيت البيانات هاي للالجوريثم الخاص بالتجميع الكلاسترنج وقلت له انت بريدكت الكاتيجوريز لهاي او انت جمع لي هاي البيانات في كاتيجوريز معين، ف هو بروح على البيانات هاي وبدرسها وبشوف الريليشن شيبس وبشوف الباترنز زي ما هي مرسومين هنا. هي عندي اول ثلاث نقاط وعندي هي اخر ثلاث نقاط. اوجد باي ديفولت ثلاث كاتيجوريز، هي اول كاتيجوري، هي الثاني كاتيجوري اللي فيها نقطتين، والنقطه هاي اللي هي اوجدها بكاتيجوري لحالها. ف اللي سواه انه راح شاف الباترنز الموجوده عندي هون بالبيانات والريليشن شيب، بناء عليها هو استنتج كاتيجوريز معينه. بعد شوي راح نشوف انه في تو الجوريثمز للتجميع، ممكن تحدد له انت قديش بدك انت كاتيجوري، او باي ديفولت خليه هو باي ديفولت تعطيك الكاتيجوري حسب هو ما يراها مناسبه. النوع الاخر من الانسوبرفايزد ليرنينج اللي هو دايمنشناليتي ريدكشن. هذا الالجوريثم او هذا النوع يهتم بالمعلومات الهائله جدا اللي لها ابعاد كثيره وإلها ليبلز كثيرة، أو مش ليبلز اكشلي، إلها دايمنشنز كثيرة. يعني عندي كثير انفورميشن، الري مثلا من 7 أو 10 أو 100 دايمنشن بدل ما يكون عندي 1 دايمنشن. وكمثال عليه هنا أعطينا الري كبيرة بس ما استطعت إني أكتب كل شيء. الري مكونة من 2 دايمنشنز زي ما أنتم شايفين، هي أول فاليو، هي الثاني فاليو، وهكذا، وهي ممثلة باللون الأحمر عندي هون. وحكيت للألجوريثم نخذ هاي الديتا حللها
واشوف العلاقات واستنبط الانماط الموجوده داخلها وخفض لي ابعادها وارسم لي اياها. فرسم لي اياها باللون الازرق زي ما انتم شايفين. طبعا اذا بتلاحظ اللون الاحمر هو مبعثر شويه لانه 2 دايمنشن، بس اللون الازرق هو تقريبا نفس الدايمنشن، مش نفس الدايمنشن، نفس الميلان. وكاني انا بقول يعني بسط لي الداتا اكثر، قلل لي الدايمنشنز مع الحفاظ على الشكل العام للداتا، وهذا حقيقه اللي وجد لي اياه. ف الانسوبرفايزد ليرنينج بمختصر، في عندي نوعين، الكلسترنج للتجميع، كيف جمع لي، كيف عمل لي كلسترنج، وعندي تخفيض الابعاد من 2 دايمنشنز عمل لي 1 دايمنشن. وبعد شوي ان شاء الله راح نشوف عليه امثله في البايثون. فناخذ اول الكلسترنج، ناخذ على البايثون وناخذ مثال على الكي مينز ونشوف ما هو هذا الكي مينز اللي هو بسموه فلات كلسترنج. هو نفس الابلكيشن تقريبا اللي شفناه قبل شويه، اي كول الاس كي ليرن الكي مينز. ليش سميه فلات كلسترنج؟ لان انا بعطيه نمبر اوف كلسترز اللي اي اكسبكت انا اور اي وونت اللي انا بدي اياه. فهذا المثال مثلا نفسه قلت له اعطيني 2 كلسترز على هاي الداتا، فشاف لي الداتا وعمل لها فت زي ما انتم شايفين، وعمل لها تريننج بس كانه بالداتا، ما في اوت بالداتا طبعا. وبناء على نمبر اوف كلسترز هو استنبط انه انا هاي عباره عن كاتيجوري واحده، او عباره عن كلستر واحد، تجميع واحد، وهذا عباره عن تجمع واحد. وحقيقه هذا لوجيكال، اذا بتشوف النقاط هاي، نعم هاي عباره عن كلستر وهي عباره عن كلستر. طبعا مثال بسيط، بس لما يكون عندك thousands of informations of records انت لا تستطيع بالعين رؤيه انه هاي تجمع هذا تجمع. بس بما انه هذا سمبل اكزامبل، احنا شفنا انه هذا تجمع هون هذا تجمع، وهو الكمبيوتر كمان اعطانا سنترز للتجمع هذا. اذا بتلاحظوا هنا في شيء اسمه كلستر سنترز، اعطاني انه هذا الكلستر السنتر تبعه موجود هون بالنقطه هاي النقطه هاي، والتجمع هذا موجود بالنقطه هاي والنقطه هاي. فهذا اللي هو فلات كلسترنج. طب يا ترى لو قلت له انا مثلا اعطيني بدل 2 كلسترز مثلا اعطيني 3 كلسترز، بس غيرت الكلستر رقم 3. فلاحظوا انه عمل لي هذا كلستر وعمل لي هذا كلستر وعمل النقطه هاي كلستر لحالها. وحقيقه it does make sense بالعين المجرده، هاي عباره عن كلستر وهي كلستر وهي كلستر. هلا هذا المثال عباره عن الفلات كلسترنج اللي انا بحدد له عدد الكلسترز. طب يا ترى لو انا ما بعرف نمبر اوف كلسترز وبدي اياه هو تو بريدكت نمبر اوف كلسترز، بلجا الى الكلسترنج بس عن طريق المين، المين شيفت. مين شيفت هو هذا الالجوريثم الموجود عندي هون، عن طريق اني انا اي كول هاي اللايبرري وبدخل فيه بيانات. طبعا ذا مور يدخل فيه بيانات ذا مور اكيوريت داتا يو ويل جيت، او اكيوريت بريدكشن للكلسترنج يو ويل جيت. فهون حاولت ازيد الكلسترنج عشان اعطي شيء يعني دز ميك سنس. ف اعطيته هاي البيانات واي كول ذس موديل بدون ما احدد له نمبر اوف كلسترز، وبعدين قلت له فت هذا الموديل بدون طبعا اوتبوت. فهو لاحظ قديش هو وجد لي لحاله باي ديفولت، قال لي هذا عباره عن كلستر وهي مركزه موجود عندي، وهذا عباره عن كلستر وهي مركزه الموجود عندي، وهي النقطه عباره عن كلستر لحالها وهي النقطه تبعتها. واعطانا الليبلز تبعتهم، هو طلع لي الليبلز، هو طلع لي الاوتبوت، قال لي في عندي 3 كلسترز 0 1 و2، هاي 3 كلسترز، وبناني اياها بالطريقه هاي باي ديفولت اوتوماتيكلي، انا ما دخلت في احدد له نمبر اوف كلسترز. طبعا هذا الشيء رهيب جدا، اذا انت اذا عندك معلومات هائله جدا وبدك تطلع نمبر اوف كلسترز، وين متجمعين هاي الانفورميشن؟ طبعا جماعه الاحصاء وجماعه اللي عندهم كثير بيانات في مؤسسات اورجنايزيشنز بحتاجوا لهي الانفورميشن، مثلا التجمع السكاني، مثلا وين اكثر علامات متجمعه وين، الى اخره. فهذا المثال اخر على الكلسترنج، وعن طريق ايش اسمه هايرايكال ستراكشرنج او هايرايكال كلسترنج اللي هو التجمع الهرمي. التجمع الهرمي it allows الالجوريثم يستنبط لحاله how many cluster you will get بناء على الانفورميشن اللي اعطيته اياه هنا. اخر شيء بنحكي عن unsupervised learning،
الان سوبرفايز ليرنينج معطي مثال على البي سي اي تخفيض الابعاد. زي ما انتم شايفين هاي الالجوريثم موجود عندي هون بكل سهوله. استعديت اللايبرز، عملت هون راندوم انفورميشن لانه انا تخفيض الابعاد بدي اعطيه انفورميشن كبيره، فبدل ما اسوي انا اري اي اوتوماتيكلي جنريتد 100 باي 2 اري 100 باي 2، يعني مصفوفه مكونه من 100 رو و2 كولومز. يا ترى طيب هاي الانفورميشن اللي دخلتها هون لو بدي اعطيها انا للريدكشن للدايمنشناليتي ريدكشن شو بده ينتج عندي؟ انا اي كول شيء اسمه بي سي اي. بي سي اي اللي هو برنسبل كومبوننت اناليسيس، هذا الالجوريثم الخاص في هذا الالجوريثم في 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 الدايمنشنال ريدكشن. فشو بدي اسوي هون؟ انا قايل له انا هاي الانفورميشن اللي انا اعطيتك اياها الان هون، هاي الانفورميشن اعمل لها ريدكشن ومثل لي اياها في خط الاعداد. فهون انا عملت اول شيء رسم لهاي الاوريجينال انفورميشن اللي هي دايمنشنز 2 باي 2 100 باي 2 باللون الاحمر، وهو استنبط لي واستنتج لي اللي باللون الازرق. فهو كان عندي اري مكونه من الاوريجينال شيب كانت 100 في 2 كولومز، يعني 100 رو في 2 كولومز. عمل لي لها ترانسفورميشن لشيب جديد اللي هو 100 في جست 1 كولوم، وحافظت على الشكل العام للانفورميشن اذا بشوف كيف الاحمر كيف اتجاهه بنفس اتجاه الازرق تقريبا. فانا قدرت اني اترجم الانفورميشن او الداتا اللي اعطوني اياها تقريبا بنفس اللي اوت للاوريجينال انفورميشن بس بشكل اقل. فهذا فيه تطبيقات كثيره. مثلا تخيل انت عندك مثلا اري مكونه مثلا من 1000 رو بس عندها مثلا 20 كولوم او 50 كولوم، كيف بدك ترسم هذا؟ كيف بدك تبينها؟ صعب جدا. فلما تصير تقلل فيها تستطيع انك انت ترسم بيها بناء على انك تكيب الانفورميشن او الداتا اللي اعطيت اياها الاساسيه، بس نعمل شوي شوي ريدكشن للنون امبورتنت انفورميشن بحيث نضل محافظين على الشكل العام للانفورميشن. وهذا هو الدايمنشن ريدكشن للانفورميشن. طبعا هنا احنا استعملنا بايثون وبايثون لايبرري سايكت ليرن لايبرري، فيها كثير الجوريثمز غير انا ذكرتهم. يعني بالكلاسيفيكيشن مثلا في عندنا 1 2 3 4 5 6 الجوريثمز مختلفين ممكن تو كول ذم، وعندنا بالكلاسترنج ديفرنت الجوريثمز، وعندنا بالريجريشن ديفرنت الجوريثمز، وعندنا بالدايمنشناليتي ريدكشن ديفرنت الجوريثمز. طب انا كيف بدي اختار الالجوريثم المعين؟ بناء على هاي الماب يو كان تشوز الرايت الجوريثم. يعني اعطيكم مثال، مثلا بقول لك هنا ستارت ابدا، هل عندك قيم لمعلومات لبيانات اكثر من 50؟ اذا اقل وقف، بدك تجيب مور بيانات، اذا اكثر كمل. بدك تعمل بريدكت للكاتيجوري للتصنيف؟ اذا يس. هل عندك ليبل داتا؟ اذا عندك ليبل داتا يس بتروح على كلاسترنج، بتروح على كلاسيفيكيشن. والكلاسيفيكيشن كمان في عندي سب where is the best algorithm اللي انت you try first، اذا ما نفع you try another algorithm وهكذا. طبعا اذا ما عندك الليبل داتا بتروح على كلاسترنج وهكذا. اذا بدك تشوف مش ال prediction للكاتيجوري، بدك تشوف quantity لل يعني values، then عندك regression او عندك dimensionality reduction بناء على هاي الماب الموجودة عندي. طبعا لكل libraries غير البايثون في other maps you can use. انا شفت مثلا an example مايكروسوفت which was very good actually على their application اللي takes you through such map اللي بتوضح لك كيف تعمل الـ او تختار الرايت الجوريثم لمشكله معينه. هاي بشكل عام المشين ليرنينج الريفرنسز اللي انا اعتمدت عليهم واللي جبت سم كود منها كانت من السايكت ليرن اورجانيزيشن. وطبعا في انذر يعني ثينجز على اليوتيوب او على الويب سايت، يو كان جو يو كان تيك سم اكزامبلز اذر اكزامبلز منها.
وبشكل عام رجعت اكثر من ويب سايت حتى اقدر احقق او اني تطلع البرزنتيشن مفهومه وبشكل واضح. ارجو اني يعني اكون قد افدتكم في هاي البرزنتيشن، واضفت على معلوماتكم ولو شيء بسيط. يعني راجين الله عز وجل الاجر والثواب، والقاكم في حلقه اخرى باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.